عليا وغابت، رحلت عليا وغابت، وهجت عليا نكيدة، فيك بادي شعلت النار مثل حريق في حصيدة، على والفتزة وتلنظار رحلات من غير غيبة، وين بتنا صبحنا خايم من كلام العار لا يفضحنا، بقيتها بالخير وتسامحنا، نعطي ودالة على فراق غزالي والعين تنهار. الله ما شاء الله. طيب ادي ما نعرفهاش انا، بدر تعرفها انت ولا لا؟ طيب لو حتى نروحوا ولا كانت الاغنيه جاريه محمود، ناس بزاف يسمعوها جاريه يا حموده يتخيبوها تونسيه، وهي اصلها جزائريه. اذا واش ذكرك هذه يا سيدي؟ يعني تفكرني كيما كنا نخدموا في الطابع التونسي، هذا كيما الجبده تاع الكمانجا، هذا الطابع تاع العرضاوي. نعم. ادين رحلت عليا وغابت. تخيل اول خرجه ليك امام الجمهور. امام الجمهور؟ نعم. امام الجمهور كنا في لاجير فعلا، كنا في الدور. خراطه بوقاعه عيل كبيره. من بعد خرجنا مع السعاده. المباشر الاول كان في 69 باب الواد قاعه الاطلس. مباشر تلفزيون؟ مباشر تلفزيون كان في 69 انا هو سعيد منت الله يرحمه، عباس رزيق الله يرحمه، فرقه السعاده ما نقدرش نسمي خاش. نعم. على كل حال 69 في تزاد لنا المباشر هذاك الشيء اللي كان يخش صاله معمره. كيف معمره؟ الجزائر معمره. كان تلفزيون واحد في حارة تلقى الغاشي كل متكوك ثم باش يشوفوا فرقة السعادة مباشرة. ذاك كان عباس رزيق الله يرحمه درنا واحد الغنية، قالوا على سطيف وسطيف البستاني. واش كنت لابس انت؟ لا كلاس تمسخر والله لا كلاس. والغنية كيفاش لا شونسون؟ شوف هذه تذكرني بها، كنا نغنيو فيها. زيد عاود لالي لالي نعشق في الزين وربي بلاني يا ربي لا لالي لالي باعوني برخيص وانا غالي يا ربي لا سطيف وحجارو لمي ما يما سطيف وحجارو يا ربي لا سطيف وحجارو وسيد لكن نقولوا نعم هذه الكلمات تاعك تاعي انا الكلمات كلمات تاعي موسيقى تاعي علاش عبرت على حالة نفسية تاعك؟ هذا الشيء كان واقعي، حنا دوك ما نقدروش نهضروا السياسة واضحة والتاريخ يشهد، كاين واحد الشيء كاين صاير شيء، هذا شيء صاير، هذا من بعد الأغنية من وحش غزالي، تابعة هذه، لالي لالي من وحش غزالي، جاتني رسالة قريتها وبكيت فكرت غزالي معاه مع الديت. قصة حب هذه؟ هذه من بعد ما جات لا لاتر داديو مكتوبة. في لمان يا حبيبي في لمان اخر بعد ايه درت لها تلاقيت معها ودمو حاسب قوة ما يمشي منها نكون غروها. من بعد عاود درت اغنيه اخرى مولفه تعقب منا وتجي لي لما جات الصبحه تجي العشيه. قالت لي العزيزه عليا كي جيت لك البارح قالوا الوالدية وما تقوليش الخير خاف الوقت صعيب وبرد كتاف. هذو كل سيدي سويت على شونسون من الاولى للاخرى. من بعد درت كي غاب غزالي راح بالاثنين واش يصبرني على زرق العينين. يعني اول حب هي دوك هذا كان قصة ولا قصة واقعية؟ هذه واقعية. ومن بعد عشتها انت ولا عشتها؟ سي نورمال عشتها عند الجبلو. ومن بعد في لافان نطلع الزوج تلقيت بعد كي درت البيت الاخرى درت له غزال غزالي وانا مولاه غزال غزالي مربيه بيديا لا كسره الصياد لا يرجع لي. بعد هذو حوايج كانوا واقعين كتبهم الخير كانوا واقعين في عاشهم في الحب فناني. قالت لي ارواح وارواح توالي كي نشوفك نرتاح يتبدل حالي يا قلبي زدت عليا وانا عيان حبيت واشتوها فيا ذاك اللي كان عندها قصة عندها معنى نعم يعني كل اغنيه واضحه وتاريخ يشهد ما كانش شي حاجه اللي ما عندهاش تاريخ. اي فنان اللي ينطق عبارة عن مشاعر عبارة يا ليه يا لواحد نقابله لازم يدي انا ديفوا نكتب نمشي في الطريق نكتب
كيما قبيلة تفكرت سبعينات درتها هكاك يعني كيما هذه سمعني جات في دماغي واحد الاغنيه بصح يعني كاين الناس تعاود شي كاين اللي يتقلقوا منها كاين اللي يحبها درت انا واحد الكلام ومن بعد يعني ما غنيتوش درت وين هي المرأة العمرية وين هما بنات سطيف كانت تعجر وملاية حرمة وكلام نظيف اليوم راحوا سطيفيات وداو معاهم الملايات وبناتهم طيشوا الطابليات نساونا في العيش والبربوشة الغدا بيتزا والعشاء فريت اومليت ونقول حاشا فحلات انا نعطيكي الخايبات بطبيعه الحال كل وقته ووقته ويبقى معنا دائما خير بكاكشي ضيف سهرتنا اليوم وبشارة لسطيفة نزورو عين فورة يا لهلالي يا أنا يا عين الفورة سيدي راشد الخروب وقسنطينة نزورو القلو سكيك داو جيجي لي قريبة لينا كل أعمال اللي قدمها الخير بكاكشي هي أعمال خالدة وتعبر عن الفن الجزائري الفن المحلي ولازلتم معنا ولازلنا معكم على الموجة 90.4 ميجا هرتز على موقعنا على شبكة الانترنت وعبر الصات الداخل وخارج الوطن وكذلك صفحتنا على الفيسبوك نرجع لزميلنا صلاح الدين بن غطفة يتبع في صفحة الفيسبوك صفحة الفيسبوك فيها تحيات خاصة من بلاد الغربة الجالية الجزائرية تبع فينا كثير في الخارج وجه تحية لي فنانة وسفير الأغنية الصيفية سي بكاكشي الخير فيه ناس كثير تقول بأنه ممكن أسماء يعني أسماء رحمة غراب من ديار الغربة نعم. رحمة غراب تقول تحية خاصة من بلاد الغربة إلى كل إلى الفنان بكاكشي الخير فيه ناس تبع كذلك البرنامج تقول رانا سهرانين معكم اليوم لغاية العاشرة نبيل كنت تحدثت مع سي بكاكشي الخير حول بدايته الفنية أنا حبيت نفهم نعرف نقطة بما أنه أنا من الجيل الجديد كنا نعرفه باللي الأغنية الصيفية خاصة كانت مقتصرة على فئة النساء لأنه كانت تغنى في الأعراس هكذا لما رانيش غلط سي بكاكشي ولا كنت غلط صحح لي صح الخير كي يسألوه في الصحافة سمعني كي يسألوه كي الصحافي يتخنز راك ذا البرك يحوش هكذا يستنى فيها تخنزي راك ذا زعني وش تحوس لا بس نكمل سؤالي اسمح لي فقط في بدايتك أنت لما حبيت تدخل في عالم الفن وعالم الغناء كيفاش كانت ردة فعل العائلة الأب والأم الخير ما الخير ما عرفش ني ردت فعل وهذا والان ولما انت الان راك من الجيل القديم والجيل الذهبي للاغنيه الصيفيه كيف تشوفك العائله الان الزوجه الاولاد و... خليني وهل ما جرى يا اخويا صح تخنزر فيا انا كي بديت العائله كلكم زاهيه لايبه او زي وحاره فردينا دوك ديما زاهو عندنا ايوا وحاره فردينا انا ماكنش العشاء باش ماكنش العشاء غاشي زاهي بصح الان دوكا والله ولادي راهم ضد هكذا ولادي كيكبروا
دكا ضد قالوا لي الشيخ الميكرو هذا هزو في جامع من الجوامع برك هنا من الغناء قلت لهم الا كتب ربي سنا الا مشى بيكم للحج سمعوني فيها يا الصلاه يا الفلاح ان شاء الله يا كل وقت دوك على بالك اللي فاتوا وقتهم ما يطرحش واحد الغاشي يعني مالغري كاين نزلت كاين نزلت الاصوات بصح كما كان السيد يقول لك الاغنيه صح تغنات مع النساء هي الاغنيه تاع النساء كانت صراوي نعم وحنا من الصراوي دينا حاجه لا نروحوا حتى البنت الطلبه كانت تغنى بنت الطلبه هذه ناس بزاف كي غنيت انا بنت الطلبه كي اللي تخلعوا بنت الطلبه بنت الراجل قال لي انا بنت يغني على بنت يقول انا بنت هي القصيده نتاع امراه نعم تقول لهم انا بنت الطلبه وبنت جبال السود راسي شاب رغامه وقلبي مع مردود وش اللي قصيت على الاخضر والمسعود هذه الاغنيه لقيت فيها واحد دو كوبلي وكملت لها لا سويت تاعها هي الاغنيه راكبه على امراه نعم منا من جويه صالح بيه شكرا نعم. انا كيما سقسيت 80 90% من صالح بيه نعم راجلها هاجر الغربه نعم وخلاها بزوج ولاد الاخضر والمسعود من بعد انا وزت لها زدت لها يا الاخضر يا وليدي لقي البوسطة جات بيك راه عدانيكش ما تزبراوات عاودها لي هذه ومن بعد نعاود ماذا بينا نسمعها الاخضر يا وليدي يا لقي البوسطة جات الاخضر يا وليدي يا لقي البوسطة جات لقي البوسطة جات يا بويك راه عدانيا كاش ما دز براوات انا بنت الطلبه بنت جبال سود البريه اللي دزيتها قراها وليدك الاخضر يقرا في البريه والدمعه للعينين والدمعه للعينين قال لك طالك لامي ما وخليتنا هاملين انا بنت الطلبه وبنت جبال السود دانا تنطق الزوجة تاعو تقول له يا اللي رايح نقول له اللي جاي نسقسيه قالوا لي ما وش راجلها وقلبه ما وش ليه قلبه ما وش ليه خدام على راسه طاكسي تحوس بيه انا بنت الطلبه وبنت جبال السود فيها واحد البيت تقول لك جيراني يا جيراني وانا حسبتكم حرام هذا كي انكرتوني شربتوني المرار وانا خطره خي سرقوني خشوا لي الدار وليت بدلتها درت جيراني يا جيراني وانا حسبتكم حرام ثم تطلعوا على التواقم ويفرقوا في الدار على كل من الاغنيه لا تسمح لي نعم كانت نعم. كم الناس قال لك يقول لقي البوسطه جات قال لك فيها البوسطه تمشي بكري احنا البوسطه كانت تمشي تمشي نعم. ما كانش البوسطه مقابله الولايه ولا البوسطه مقابله المارشي كانت الكار تجي مكتوبه بوست تجيب الكوري وتخليه في حانوت من الحوانت ويجي الفاكتور يهزو ويفرغ في اخ او اخت عبر صفحه الفيسبوك يقول فكرتني في هذه الاغنيه في جدي دار فرنسا يحارب في الحرب العالميه الثانيه نعم هذا في الفيسبوك ايوه وفيه طلبات لاغاني عديده واحد يقول لك سراوي واحد يقول لك اغنيه على الاب واحد الطهار ولا الغربه خير لك ما تختار انت الغربه جيب لي الاخرى ديك تاع تاع الطياره الطاكسي راهي مكريه ما من تطلص ديك نار ديك مش الغربه يما جيتك من الغربة وجيتك من بلاد الناس جيتك من بلاد الناس توحشت نشوف الأميمة والناحيلة الوسواس والناحيلة الوسواس الأميمة الحنانة نشفي لي دمعتي نشفي لي دمعتي ما بياش دمعتي بيا وحش وليداتي ما يقعدوش يتمق وسمحي لي يا امي ما وسمحي لي في هذا الدنيا اسمح اسمح البابا وليدي راح اسمحي لي في هذا الدنيا اسمح اسمح البابا وليدي
في سيد الخير يدفنيني أصي شمعة ضويا من الجمعة الجمعة يزوريني والله لما يغني الإنسان على الأم ويتغنى غنى الغناية الأولى كانت مؤثرة جدا كفاح المرأة نعم كفاح المرأة وصبر المرأة وصمود المرأة ومعاناة المرأة لما يغادرها يعني زوجها كانوا بكري كيروح للغربة ما يطول ما يجيش يتخلع صباطي طبطب تصا الدور الجو ديال طق شعرها والمره تمسكنها الزمه راسها وخلي مع الاولاد وخلي شوف شوفات اخرين وخلي المراه تعاني هكذا كذا راح ولا وهز ولاده وزوجهم ودار قال لك اسمع كل بدايه عندها نهايه حنا نروحوا لهنا كنا في الموضع نتاع الميمه وكاين شي من الناس حنا كنا كنروحوا نغنيو في الجزائر ضحكوا علينا 69 70 يقول لك يغنيوا على اماتهم وعلى خوالهم حنا كي كنا نهضروا شوف الميمار حنا الام ديجا الام يقول لك الجنه تحت قدام الامهات هذه الاولى الام نهار سالوها قالوا لها شكون تحبي في ولادك قالت له نحب الصغير حتى يكبر المريض حتى يبرى والغريب حتى يروح الام قد ما تغني عليها قليل روحوا لاخواننا انا كي قلت خالي لا تفرط فيها انا بنت خيتك غير حن عليها قصيده تاع بنت تاع مرا نعم علاش الخالو تغنيو على خوك لهنا الكلمه هذه كي قالت لي يا خالي لا تفرط فيا انا بنت خيتك غير طلعني هي الطفله مدوها قبل 845 مدها بي قبل احداث ومجازر من بعد كي انطلقت 845 بيها طلع الجبل كي جاوا بيديوها تزوج ما لقاتش بيها عيط لخالها هذه الكلمه خارجه من معاناة خش عندها ما وبناش كنا نقوله سياسة واضحة تاريخية ما كانش كلمة دي ما عندهاش تاريخ ما عندهاش سبب دوكا كنا نحكيه برك واحد الوقت نعم وتصب علي يا خايف يمرض الليل والناس تشفى فيه الله 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 يتكلم وقع ليه كي المهبول وحده يتكلم اللي يعقوب يضحك عليه دلالي بيت برا والنوه تصب عليه يا ولد الغابر ناس تشفى فيه يعطيك الصحة الخير الخير يحرك المشاعر والله هذه نحيي مبروك عطار كلمة تاعو والتوزيع كان محمد جلاب نعم. طيب في اتصالات استقبلها زميلنا بدر الدين طلب على الرقمين الهاتفيين 0331 54 11 0331 54 42 22 وكذلك نقل الحي على قاعدة التواصل الاجتماعي صفحات الفيسبوك لموقع الإذاعة
الجزائرية إذا عدت ستيف. بيكاكشي ضمن هذه السهرة الإذاعية لأمسيتي هذا اليوم. خير أنت سافرت وتغربت في فرنسا، عشت في فرنسا؟ وين كنت في فرنسا؟ فرنسا وش نقول لك؟ كيفاش حتى رحت في فرنسا؟ مكتوب ربي أنا في فرنسا كنت نقول لك أنا في فيها ترسوس والله 96 كنت قاعد لاباس علينا في سنتين نسمع وقت الإمام دار بيا درس بالجامعة دار عليك درس؟ درس بالجامعة ثلاث أيام شريت فيزا وفحت 10 شهور حارق حتى قررت وليت بقسنطينة جيت بسنطينة ونقول لك صح من هذه هذيك يا سمي بيتها فرنسا تالي فرنسا ما كنتش أنا باش نقرر قعدت ومكتوب فيها؟ قعدت راني فيها فرنسا فرنسا هذوك راهي رجل هنا ورجل هنا فرد هنا وفرد هنا. طيب راك في فرنسا في باري ولا في اليوم؟ لا راني جوي أليس سي لو كار ليبر مونبيلي نيم افينيون الميدي. وغنيت في فرنسا؟ غنيت في فرنسا غنيت في باري سنتر كيتيرا برنوبل سومبيري ستراسبور ميغوز موبيليار كولمار مارسي بوردو واش نقول لك درت عليها باسكو درت لي طروا كارت تاع فرنسا هذو حفلات والعرس بالاحسن قبل ما يكون لا فيديو ولا انترنت كانوا الحفلات بلا حبسات بلا حبس بالكاشي الخير يتهاوشوا عليه من يبان الغربه على بالك الغربه غير تجيك غير الخير وقت تعيش الخير غدا روح هي كانت الغربه دوكا 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 غادي يشوف كي دور راك باسكو دوك يشوف في الفيسبوك يشوف. طيب الخير دونك لا شونسون هذيك تاع يا مدام خلاص خلاص من الطاكسي مكريا مكريا نصاط ولا طياره جزائريه هذيك هو لا شونسون هذيك كان واحد السيد كي عبرت عليه مرتو مرتو قاوريه ما تفهمش معاها كي حب يروح حنايا في ستيل كان ما عندناش لايروبلان قول الاغنيه هذيك صارت في اليوم يقول لها يا مدام معاك خلاص وبلاصتي مكريه مكريه من ساطولاس والطياره الجزائريه يركب فيها الجيري ما يروح فيها لفرنسا تيرمو كره القوريه هذيك كره القوريه. هي قصه واقعيه ولا واقعيه كي اسمع كل شيء عندنا نمشي معاك كل شيء اوريجينال كيما حنا قلنا كنا غنيو في الصحه يا صحه الصحه يا صحه هذه قاست الناس بزاف والصحه هذه الصحه الغار على الحي واحد اللي يخدم الصحة خونا محجوبي وسمو سعد الحق سعد الحق محجوبي على بالك خدمته كل لي زوبيراسيون نحييه بالمناسبة هذه ونقول له باش يقوم يعني المرضى مع الناس وانا كنا عنده في العرس نحييوه ونباركوا له على العرس وربي يهنيه والصحة حاج عمار والصحة يا صحة ليش كل اللي كان يشتهي ثاني يسمعها توفيق حصيل كان اليوم هدي نهار والله يهديه خاصة نفس عبر صفحة الإذاعة نعم. فيسبوك طيب نشوفوا الفيسبوك فيسبوك الاستماعي لنا تبع وسيسخوك سيسخوك أيوة وتبع الفيسبوك أم يكركروك. طيب ناس تسأل تقول هل فيه أغنية عن الأب غنيت على الأب ولا لا سيدي كاشي وإذا كانت في أغنية ماذا بك يقول لك لأنه صوتك حنين ونحب نسمع أغنية على الأب بصوتك سمعتك شنو جامي غنيت على الاب بغيت وبغيت نموت بيبيا والموت شاد عظيمة تدي العبد المليح في البيت بيبيا وتخلي غير العبد الدنيا. إذا أغنية عن الأب ومكانة الأب في الأسرة أو جاوبك الشيخ يا الأسرة اللي عنده سؤال يجاوبه الشيخ الشيوخ هكذا فيسبوك مازالوا راه فيه إقبال عليه فيه إقبال ونحب نقولوا باللي المستمعين والمستمعات بإمكانهم يتابعونا على أمواجنا سيغ موزون دافال 94.4 ميجاهرتز وكذلك عبر صفحة الإذاعة على فيسبوك راديو سيتيف يدخلوا فيسبوك سي بيكيك شيك راديو سيتيف يشوفوك تا لايف حصة لايف مصور على المباشر
مرئية مسموعة. ماش كيما تاع بكري تفينا جنيك بابي توزين لك بين الكريم راح ينزل تاكيك. اخويا نقول لك صح. الفيلاج ولا العروس بالتاج. العروس تاع بكري كان في مونشار اكسي ودي. اذكر كان اسمه مبريطة تاع ذهب. وقت تقول أغنية تاع سطيف طريق سطيف حرشة وتمشي. أنا نحب نعرف علاش يقولوا طريق سطيف حرشة وتمشي. حرشة وتمشي هذه الناس اللي قالوها. باسكو سطيف حرشة وتمشي مش سطيف وكل. أيوة. كان عندنا كرقية عرب. ما فيهم في القدرون. بيس. بيس مش بيس مانبع. حفوا لكم. حرشة وتمشي. هي حرشة وتمشي داروها قافية. هذا. طلبتها مش. الاخت ممكن تعطي لها مقطع كبير ما نعرفش اللي حرشه وتمشي هذا لك ما شو انا ما غنيتهاش حرشه نعتذروا من الاخت صابرين انا حيب ومرشي انا كي كبرت وعرفت الطير انا عرفت الرطب ماشي حرش والرطبه فيه يعني طيب نشوف اتصالات اذا امكن واذا سمح لي كان طريق ومرشيد دمعه جرات ماشي حرشه دمعه جرات عبله حجبه وقالوا بركات عبله هذيك نقولوا عبله نقولوا عنتر يعني كل ما عنده علاقة بقصص الحب وتروع بالبوالة وطين صرف وفيا قلبو على الجمر شويه وشيه على الشوك الحبيب لا لا نسيت لي بارول لا نسيت لا عيت لا وجبني اذا نسيت لي بارول اذا نسيت لي بارول انا بديت من الاولى في البيت الاولى كي قلت في كل شيء بيع وشري الا عرضك لا تبيع احنا هذه كانت البيت هذا اللي ديت من صح انا كنت سمع الحاجه وين قال لك في كل شيء بيع وشري الا عرضك لا تبيع بصح استخبار الاخر درتو انا اللي عاداك عاديه واعطيلو صرف وافي قلبو على الجمر شويه ومشي الشوك الحافي حنا كمسلمين وخوه ما نقدروش نديرو الشيء هذا انا الشيء هذا درتو للعبد اللي كان يدير في لاطورتير الجزائر انا كي نحكمو كيما دار لي هذه تاع اللي قعدك عاديه واعطيلو صرف وافي قلبو على الجمر شويه ومشي الشوك الحافي هذاك هو اللي كان يدير التريسيتي في وقت الثوره العجم نعم طيب زهر بابور الغربة ويا جميمة ويا أما في المرسم السنيني ويا جميمة ويا أما في المرسم السنيني في المرسم السنيني شاتي الرواح يا بابا وخليني ويا الحنينة ويا أنا اي الغريب يروحها نرجع لضيفنا الخير بكاكشي دائما لكل سؤال جواب ولما يطلبوه الجمهور كذلك يجاوب معهم سور بلاس عبز انا والله اسمح لي مع الفيسبوك انا كل اللي بالي كنت على الفيسبوك كنت نلعب في اللحية وندير اللقطة راك باهي يا اخت عبر الفيسبوك تقول سلام الفنان بكاكشي الخير يعجبني كثير لانه اللي في قلبه على لسانه واخت اخرى شيماء ارسلان تقول عملاق الاغنيه الصيفيه بكاكشي الخير كان مؤخرا مع واحد من اكثر مبدعي الاندر جراوند الشباب الصادق ديمقراط في اغنيه صبرت 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 قلت لك ماذا بينا تغنينا ولو كان مقطع صغير هذيك تاع كوك ونعطينا شازا بلانكا قلت لك احكي لنا والدمعه جرايه يا ربي لا
إذن الخير بكاكشي، ونحيي كل الإخوة اللي رام يتواصلوا بنا ومعنا على قاعدة التواصل الاجتماعي. كاين عندك فيسبوك؟ فيسبوك أي هب الفيسبوك أنا بقول ألبك الفيسبوك هذا ما خلنا نستخدم في الديار في الخدمة بلاش كل الفيسبوك هذا بس ماشي الغنى اللي يدروا على الفيسبوك روح لا البوك الفيسبوك خليت على عمرك وخليتها على ضربة بوك تم ولا خش حتى العشاء وكل برولا انا حاطين فيسبوك هيا تعشيت واحد ما سمح انا الشيخ تاعي يعني كانت معطيه موهبه من عند ربي انا الناس يقول لك داروا السولفاج انا نعيط للسوفاج هذاك تاع شني انا فور مو انا دوميني فاصولا سيدونا فور مو سي لا فابي دو لا ميوزيك حنا ما خلانا استعمار باش نخشوا نقراو حتى بالكاي وستيلو ما نقدروش حتى نزيدوا نروحوا لا 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 للموسيقى حنا الكونسرفاتوار تاعنا هو 845 ما خلناناش الوقت باش نخشوا الكونسرفاتوار هذه هي يعني اعتراف يعني شافي كافي صلاح الخير اذا ممكن نعرف الامور الشخصيه تاعك اذا شحال عندك اولاد خير خمس زوج خير سؤال مش سؤال انا بيسال عندي ربع اولاد الله يبارك عندي بنتي كبيرة عندها ربع بنات ربي يبارك عندي تقول لك جد سميت منش والله غير صغيره على خاطر جنهز التصاور تاعهم في يدي كيف هذا طيب عندي طفل عنده بنو الله يبارك عندي جوج بنات خويا صغار نعم هذا هو البدايه تذكرك متواصل معاهم لاباس الجو معاهم لاباس الجو بالسوكون الحمد لله. طيب قالوا لك حبس الله قالوا لي حبس ولادي لا حبس الغناص بيني انا ولادي وتغني لهم شويه شويه في الدار كيما غنوا في الدار تغني شو الدار كيما غنوا في الدار ثاني وليهم دوروا في الدار ايوا موقعنا وسي صلاح شكرا نبيل فيها اخت تقول السلام عليكم جماعه الخير شكرا محلاها قاعده بحضور بكاكشي الخير هذه عندها طلب اغنيه بنت الطلبه كنا غنيناها في الحصه الاخت من ديار الغربه تقول نسيتونا في الغربه وفي متاعب الغربه ورجعتونا للصيف وشوقتونا اننا نرجعوا للصيف ان شاء الله يا بكاكشي وانت عندك باع طويل وحكاية طويلة مع الحفلات الفنية خارج الوطن خاصة في فرنسا. الأخت تقول بوطالب أو الأخ يقول بوطالب عنده فيها حكاية مشوقة مش من حكاية في بوطالب حكاية في بوطالب بنت الطلبة بنت الطلبة وبنت جبال السود راسي شاب الغامة وقلبي معمر دود والشي اللي قاسيت ولا خبر مسعود هما جبال السود هذو هما في بوطالب جبال بوطالب هما جبال السود نعم طيب هذه اذا بزاف اللي طلعوا لي في الفيسبوك طلعوا لحد الان الفيديوهات اللي كان نشرناها مع بصفة على الفيسبوك يعني شافهم حوالي 3000 شخص 3000 ربي يبارك وخلي من اللي يسمعونا على بالك الاذاعه عندها حوض حوالي 5 ملايين يعني اللي يتبعوا الاذاعه التغطيه تاعها سير خير بكاكشي اليوم راك هنايا في سطيف ورجل في فرنسا طالع هابط مازلت تدير الحفلات والاعراس عرس يعني نقول لك صح عرس انا نقصت عرس يكون ما يكونش يعني عرس دي فامي بروبر ما خدمش كيما داني رمخي جيت لقيتني في عرس عند جوبي عرس كيما هذوك خدمهم عرس اخر منا والله منا والله تعطيني واش تعطيني انا دوكا العرس تاع هذيك دراح وحرق وحبس هذيك صراحة سيدي مودي انا فور موا انا نخش العائلات ربي يبارك الناس مديرين فيها ثقة نخش بين عائلاتهم بين نساهم بين اماتهم بين بناتهم سيك انا ما نقدرش نغني الغناء هذاك تاع المهرج تاع تخش العرس من 9 تاع الليل غدوة 9 تاع الصباح هذه راحت نحيتها من دماغي والعرس وقيلا عرس في العام والله زوج ما كانش انا خدمت عند لافامي محجوبي هذوك عند لافامي هدنا لافامي سعدنا عند رشيد خضري هذو العرس اللي درتهم في سطيف معروفين ناس بروبر وتيجيني من يعني انسان ما قال لي فقير ولد بلادي ونعرفه ونكون يعني عائله ونخدم عنده ما كانش مشكل بس يعني العرس دوكا نحيتهم راسي نعم طيب سي الخير يهبط تصطاد ولا ما يهبطش؟ تصطاد ما نهبطوش ما تبعش ما تلفزيون ما كانش ماتش راطي
كيما البارح والله غير مع لونطونت وبارادون نقول لك صار الله قريب يطلع للسوق والله سوتو ليغاليزاسيون هذيك البيت ما كانش في بلاصتها قلقت حتى نولوا يعني دوزيام بيت سي الخير يقرا الجرايد ولا ما يقراش قال لي يضل تبع الجرانين بزاف بعد الجرانين الجرانين ما تبعش كلش السياسه تبعها ولا ما تبعش السياسه كلش شكون اللي يتبع السياسه حنا نسمعوا لي زانفورماسيون انا سورتو كنا في فرنسا لي زانفورماسيون نسمعها على العشوه نحب نفهم واش راه كاين في الجزائر تبع الاخبار يعني تبع الاخبار اللي ما نعطيهمش ما هنا نتبعها سي الخير الجزائر تعيش شهر نوفمبر شهر الثورة شهر الانتخابات الجمهورية قبل الانتخابات احتفلنا البارح بأول نوفمبر ودعمتك مقطع للثورة يعني والله ما لا تشوف مقطع للثورة إن أمكن يعني تغنيت فيها وكانت كذلك في لمسات في مثل المحطات الوطنية كثير كثير فيما يخص بناء على ثورة أول نوفمبر وكلمات عبدتها مؤخرا البداية أين لي يا الشعب الأحرار الغالي أين لي يا الشعب الأحرار الغالي والسطيف العالي زاروه رجال اللزمية 45 8 ماي 45 45 8 ماي 45 قاموا الأحرار وعطوا درس للغاصبين 54 نوفمبر 54 انطلقت الثورة بفضل المجاهدين 62 5 جوية 62 صبحنا حرين وعلمنا يرفرف في العلالي 71 كان عام التأميم 71 كان عام التأميم الغاز والبترول رجع ملاك الجزائريين شعب الجزائر يا نبيل بإرادته قوية شعب الجزائر يا نبيل بإرادته قوية ورجعنا هنين بالمصالحة الوطنية وتحيا الجزائر وتحيا الجزائر يا أم الجزائرين ما عزمنك يا الجزائر ما عزمنك يا الجزائر غير ربي والوالدين الله فيك يعطيك الصحة وأنا أذكر أن كانت لك أغنية خاصة بالمصالحة الوطنية أنذاك وكنت من الفنانين الذين بادروا ورموا بكل ثقلهم من أجل دم الشمل وإصلاح ذات البين نكتفي بهذا القدر الكافي شرفتنا وأكرمتنا بزيارتك وبعفويتك وبصراحتك وبصوتك الخير بكاكشي عندك صوت اون لايف ونختم هذا اختتام نقول لك بربي ان شاء الله ماشي الاولى ولا الاخيره ان شاء الله الرجوع نقول لك انا ماذا بي من الفراج هذا تعليل له بارك الله كان جمهور يعني ربي يبارك ما كنتش نستنى باش الجمهور يكون هذا في التليفون وفي الفيسبوك يعني ما شاء الله انا قاعد فوق الصوره ونسمع فيه حس البابوره يا طرق زالي جاني زورك والله رايح شاق لبحورك أنا قاعد تحت الصجرك طحت علي ورقة خضرك هي تكتب وانا نقرب ودموعي سحو ودانك أنا قاعد في حنوتي نخدم علمي موخوتي نخدم ونصور قوتي دموحي ساحو كيد مطارق والحمد لله يا ربي عطانا ربي في السيد مطار 8 ماي 45 الحمد لله يعطيك الصحة الخير بكاكشي نشكرك كثير كثير